كباقي فئات المجتمع يبدو ذو الاحتياجات الخاصة بحاجة إلى الكثير من الرعاية والتأهيل الخاصة بالتعريف بمخاطر الكوليرا، حيث كان للمحاضرة التوعوية الخاصة بالتعريف بمخاطر الكوليرا ضمن حملة الاستجابة الطارئة لمواجهة الوباء الأثر الإيجابي بعد العمل على توعيتهم. توعية الصم والبكم بالكوليرا وأسباب الكوليرا والوقاية من الكوليرا لفئة الصم والبكم في محافظة أبيان، الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة المهمشة الذي غالبا ما يتم استهدافها في مثل هكذا مبادرات. خلال هذه التوعية استفاد الكثير من هذه الفئة من الصم والبكم وشاركوا وساهموا وتعرفوا عن الكوليرا وأسبابها، وسيساهموا الجميع بنشر هذه لأقربائهم في المناطق المختلفة من الصم والبكم. استمرار استهداف شريحة الصم والبكم ضمن الحملات التوعوية المختلفة يضمن لهم وجود بيئة صالحة للتأقلم والاندماج كعناصر مؤثرة في المجتمع، ولا يمكن تجاهلهم في ظل المعاناة المستمرة التي يمرون بها. أتمنى من كل مشروع، من كل مشروع، من كل فئة، من كل جهة أن تقوم بعملية تخصيص جزء من تدريب لهذه الفئة، لأن هذه الفئات تمثل جزء من المجتمع لا يمكن إهمالها، والمجتمع هو كتلة متكاملة. لا يمكن أنك تقوم توعية الإنسان الشخص العادي وتترك أصحاب الاحتياجات الخاصة. وإلى جانب التأهيل الذي ما زال مقصوراً على تعلم كيفية التخاطب بلغة الإشارة، يحصل هؤلاء الشباب على التوعية بمخاطر وباء الكوليرا، لكن كل هذا لا يمثل سوى جزءاً بسيط مما يجب أن يأخذه الاهتمام بهم من قبل الجهات المعنية في محافظة أبيان. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.